السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة في جعبة إفادة. عندنا الصفحة الثامنة من الجيد في الرياضيات للمستوى الرابع ابتدائي. إذا عندنا التمرين 13، قلنا ألاحظ الأشكال الهندسية ثم أملأ الجدول. عطاونا واحد الأشكال الهندسية هنا، قلنا نملؤ هذا الجدول هذا على كل شكل والترقيم ديالو. إذا عندنا اسم الشكل، عندنا المثلث والمستطيل والقرص والمربع، الرقم، الترقيم ديال كل شكل من هذه الأشكال كاين هنايا. إذا عندنا أول حاجة المثلث، غادي نشوفوا المثلث. عندنا كما شفنا هذا ليس مثلث، المثلث كلشي تعرف بأن المثلث هو هذا، هو اللي عنده ثلاثة ديال الأضلاع، عنده ثلاثة أضلاع، هالضلع واحد جوج ثلاثة. دائما المثلث هذا تيشبه ليه ولكن ليس له ثلاث، له أربعة أضلاع وليس بمثلث. إذا الترقيم ديال المثلث وهو خمسة. عندنا المستطيل، المستطيل كما تنعرفوه المستطيل يشبه مربع وليس غير تيشبه لي بعض الشيء، يقدر يكون بعض الشيء تلميذ تيتلفوا ليه، ولكن المربع كل الأضلاع دياله متساوية، ولكن المستطيل عنده جوج الأضلاع متساوية متقابلة وجوج أضلاع كذلك، ولكن هاد الأضلاع لا تساوي هذه الأضلاع، بينما المربع كل أضلاعه متساوية. إذا المستطيل ترقيم دياله اثنان. القرص، القرص وهو على شكل كرة، ماشي هذا، هذا الشكل ديالو بيضاوي وليس بقرص، هذا القرص الترقيم ديالو ستة. مربع، مربع هو هذا كما قلنا سابقا، كل مضل كل أضلاع ديالو متساوية، الترقيم ديالو سبعة. إذا هنا تعرفنا على هاد الأشكال الهندسية والترقيم ديالها في التمرين. إذا عندنا التمرين 14، التمرين 14 انتبهوا معايا مزيان، غادي نخلي لكم واحد الفيديو في صندوق الوصف بالنسبة لهذا التمرين هذا. عندنا قالوا لنا ألاحظ الشكل A B C D E، هو الشكل A B C D E، ثم أملأ خانة الجدول بوضع أحد الرمزين، أحد الرمزين هذا متقاطعان، هادو مستقيمان متقاطعان يشكلان زاوية قائمة، كيف ما تنشوفوا هاي الزاوية، وهذا مستقيمان متوازيان. إذن هاد المتوازيان دائما تيكونوا على شكل يساوي، يقدروا يكونوا هكا هكا لهذا الاتجاه، المهم دائما هاد المتوازيين تيكونوا على شكل يساوي. اذا غنمشيو للجدول، عندنا ا بي، ها ا بي مع بي سي، مع بي سي، ا بي مع بي سي ماذا يشكلان؟ ا بي مع بي سي، ها ا بي، ها بي و سي ماذا يشكلان؟ هل يشكلان متقاطعان ام متوازيان؟ هانتوما غتشوفوا هذا الشكل هذا كما تنشوفوا بانهما يشكلان متقاطعان، لان عندهم الزاويه القائمه، يشكلان متقاطعان عندهم الزاويه هنا القائمه. عندنا ا بي و دي و او، ا بي دي و او كيف ما شفناهم بانهم على هذا الشكل، ها ا بي ها هما، ها دي او شنو تيبان لكم؟ هما متوازيان على شكل يساوي كيف ما تتشوفوها، على شكل يساوي، اذا تيعطيونا متوازيان. عندنا ا بي و او ا بي ها هي و او ا ها او ها ا لهذا الشيء، ماذا يشكلان؟
يشكلان متقاطعان، يشكلان متقاطعان، عندنا تيتميزو بالزاوية القائمة. غادي نمشيو للسطر الثاني بي سي باش ما نتلف لكم، راه تندير لكم بالقلم بي سي ها هو، و ا بي ها ا وها بي، ماذا يشكلان؟ عفوا بي سي هاي بي سي و ا و بي يشكلان، ماذا يشكلان؟ يشكلان متقاطعان، متقاطعان غير بشويه، انا تنخدم معكم بشويه باش تفهموا، وتندير لكم بالقلم باش نتوما. عندنا بي سي، هنا غندير لكم ها بي ها سي، اذا هاو ها بي سي، بي سي هذا هو مستقيم، ولكن معاه دي او، ها دي ها او، ماذا يشكلان؟ دي و او هاو، ماذا يشكلان؟ ا عفوا بي و سي و دي و او، دي و او ما تيشكلو حتى شي حاجه. اذا هنا غادي نديرو ليهم تلوين. عندنا بي سي و او ا، بي سي او ا، ها هما ماذا يشكلان؟ يشكلان متوازيان. غادي نمشيو دي و او، ها دي او، حنا نديرو فيهم هذا دي و او، و ا بي ها ا ها بي، ماذا يشكلان؟ يشكلان، يشكلان متوازيان. انا تنعطيكم الفرصه باش نتوما تذكروا متوازيان. عندنا دي و او، ها هو بقى دي او، و بي سي ها بي ها سي، بي سي ماذا يشكلان؟ لا شيء. بي سي عندنا دي و او، مازالين في دي او، و او ا، او ا ها او ها ا، ماذا يشكلان؟ يشكلان متقاطعان لانهم لهم زاويه قائمه، متقاطعان. شوف السطر الثالث الاخير او ا ها او ها ا كما شفناهم او ا، و ا بي ا بي ها ا بي، ماذا يشكلان؟ يشكلان متقاطعان لان فيهم زاويه قائمه. عندنا او ا باقين او ا، و بي سي، بي سي ها هما ها بي سي ها هما، ماذا يشكلان؟ يشكلان متوازيان، يشكلان متوازيان. عندنا او ا مازال او ها ا، و دي او، دي او ها دي او، يشكلان متقاطعان، يشكلان متقاطعان لان فيهم زاويه قائمه، ها هي ها هي الزاويه القائمه، متقاطعان. إذن هنايا نمشيو للتمرين 15، تمرين 15 قالوا لنا أنشئ مماثل شكل واحد بالنسبة للمستقيم دي، جا هالشكل واحد هالمستقيم دي، هاد المستقيم هذا اللي تيقولنا وهو مكان طي الورقة، منين نديرو المماثل ديال هاد الشكل هنا، إلا طوينا الورقة في هاد المستقيم غادي يخرج لنا هذا الشكل هذا مطابق بحاله في اتجاه الاخر من الورقه. اذا شنو غادي ناخذو؟ غادي نشوفو. اذا اول حاجه غنبداو من المستقيم، غادي نشوفو هذا الاتجاه طالع
غادي يمشيو الاتجاه ديالو طالع بجوج ديال المربعات، جوج تربيعات، واحد جوج. اذا نطلعوا من هنا واحد جوج، غادي يمشيو لهادي، غنجيوها الاتجاه معها، عندها بمربع نبعدو بمربع على المستقيم، ها هو نديرو التنقيط هو الاول، نمشيو لهنا لهاد الاتجاه بواحد المربع، واحد المربع ها هو. غادي نشوفو هذا بالنسبه لهذا شحال بعيد على المستقيم المربع، واحد جوج ثلاثه. اذا نبداو من هنا واحد جوج ثلاثه، ها هو. اذا دابا غادي نستعملو المسطار كما تنشوفو، دابا غادي نستعملو المسطره باش حنا نواصلو هذا الشكل بالنقاط ديالو، باش ناخدو تماثل للتماثل المحوري، عفوا هذا المماثل، المماثل ديال كل شكل على حدة. اذا ها هو المماثل، هاد الشكل مماثل هاد الشكل واحد على نفس المستقيم دي. دابا غنلونوه بنفس اللون اللي ملونين هما، نديرو له اللون، تنحسبو غير التربيعات اللي بعيده على داك المستقيم، نحسبو بالتربيعات ونمشيو في نفس المستقيم اللي غاديين هما فيه، نفس الاتجاه باش يجينا سهل. ها هو المماثل لهذا الشكل واحد. اذا غنمشيو للتمرين 16، قلنا الف ولاحظوا ثم ارسم مماثل الشكل واحد. فين هو المماثل الشكل واحد؟ ها هو الشكل واحد، نديرو المماثل ديالو، نديرو المماثل. هنا درنا التماثل على شكل افقي، هنا نديرو على شكل عمودي، هنا افقي هنا عمودي. بالنسبه للمستقيم دي، ها هو المستقيم دي، هنا حتى هنا عطاونا المستقيم دي، المستقيم هو مكان الطي باش يكون هذا التماثل، هذا الشكل التماثل ديالو في اتجاه، يكون تفرقهم هذا المستقيم اللي هو اللي تيكون طي الورقه باش يعطينا نفس الشكل. عندنا ومماثل الشكل اثنان، ها هو بالنسبه للمستقيم ال، ها هو المستقيم ال. وعاد ارسم محاور تماثل الشكل، هذا تمرين الشكل الثاني. اذا هنايا اشنو غادي نديرو؟ غادي نديرو نفس هذا الشكل هنا على العمود ال دي، مماثل الشكل واحد بالنسبه للمستقيم دي. اول حاجه غادي نشوفو هذا تيبعد بواحد المربع على المستقيم، هنا مشينا ليه بجوج مربعات، ها التربيعه الاولى كيف ما شفنا، تنهبطوه بشحال هبطنا هنا بجوج ديال المربعات. غادي نرجعو للوراء مربع ونهبطو ثلاثة ديال التربيعات، واحد اثنان ثلاثة أربعة، وغنجيو لهاد الاتجاه التربيعة، وغادي نشوفو في الاتجاه هذا، غادي نمشيو حتى لهنا، غادي نخرجو بواحد التربيعه لهنايا، وعاد غادي نطلعو التربيعه حتى لهنايا. دابا منين غندير لكم الشكل الا تبعتو النقاط راه غادي تفهم. هنا الله اكبر. اذا دابا غادي نكملو هاد المماثل كيف ما شفنا، ها هو غادي نهبطو هذا بجوج ديال التربيعات، وهذا غادي نديوه تربيعه واحده، هي هذه كيف ما شفنا المسطره تتمشي في نفس المسار. هذا ملي تنشوفو هذا بعيد جوج تربيعات، ها هو على المستقيم،
نديرو هذا هنا في نفس الاتجاه، اتجاه الخلف. هاد التربيعه هادي ها هي ديال هذا الشكل هذا. غادي نهبطو هادي ثلاثة ديال التربيعات، هي هادي تمشيو غير بشوية، هاد جوج تربيعات هنا، وأخيرا غادي نسدو هاد إذا. هذا هو المماثل لهاد الشكل هذا. قلينا هاد المربع نقدرو نديرو بيديا بعيد بواحد على المستقيم بواحد التربيعه، نمشيو في نفس المسار ديالو. دابا غنلونوه باللون البرتقالي باش نشوفو التماثل واش هو المماثل له. اما كما تنشوفو الى حسبنا عدد التربيعات من هنا لهنا ربع مربع واحد، هنا بجوج ديال التربيعات، هنا جوج تربيعات، هنا بثلاثة ديال التربيعات، هنا ثلاثة التربيعات، والتربيعة الوسط جبناها لهنا. اذا هذا هو المماثل للشكل واحد على المستقيم دي، مستقيم دي. غادي نمشيو المماثل للشكل اثنان بالنسبة للمستقيم ال. كما تشوفوا هنا كيف ما تنشوفوا بان ما عندناش تربيعات، غادي نحسبوا بالمسطره. غادي ناخذوا نشوفوا شحال عندنا هنا من سنتيم ما بين المماثل لهذا المستقيم هذا. غادي نحطوا هاد الشرطه الاولى هنا، وغادي نوصلوها ونشوفوا شحال عندنا فيها. عندنا فيها 3 ديال المليمتر، المليمتر 3. اذا هنا غنحسبوا 6، هنا 3، خصنا هنا توصل 3 اخرى، 1 2 3 4 5 6 توصل هنا. اذا هنا الى لاحظنا بان هنا غادي نشوفوا هذا شحال هنا عندنا المسافة اللي عندنا هنايا. ولا لا عندنا 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر ونصف، 1 سنتيمتر ونصف، 1 سنتيمتر ونصف. إذا 1 سنتيمتر واحد هو جوج، ونص نص هي 3 ديال السنتيمترات. اذا قلنا هنا 1 سنتيمتر ونصف، اذا 1 سنتيمتر ونصف في هذه، غادي نزيدو هنا 1 سنتيمتر ونصف، هي 3 ديال السنتيمترات باش غادي نبعدو هنا من هنا. الى شفنا اذا غادي نشوفو هاد تتبعد بواحد، شوفو بواحد كيف ما تنشوفوا 1 سنتيمتر، غنزيدو هنا 1 سنتيمتر يوليو 2 سنتيمترات. اذا من هنا لهنا 1 سنتيمتر. اذا دابا غادي نديرو هاد الشكل هذا. يكون مماثل للشكل 2 على المستقيم ال. اذا كما تنشوفوا هو هذا المماثل ديالو. غادي نلونوه باللون المناسب له هو الاصفر باش يجينا مماثل له. غادي نمشيو للشكل الثالث. قالنا ارسموا محاور تماثل الشكل. كما عرفنا بان محاور التماثل تقدر يكون على شكل محاور ماشي محور واحد. هاد الشكل هادو عنده عدة محاور، احنا غادي نشوفو. الى مثلا بغينا نقسمو هاد الشكل على 2، ها المحور التماثل ديالو من هنا. اذا منين نطويو الورقة
في هذا المستقيم غادي يجي هذا الجانب مع هذا الجانب وهذا الجانب مع هذا الجانب، هذا هو محور التماثل. الا بغينا هذا على شكل عمودي، الا بغينا ندير الطي يكون الطي ديال الورقه على شكل افقي غيكون محور التماثل هنا، تنطويو هذا الفوق ولا هذا التحت وغيجي هذا الشكل مع هذا وهذا الجانب مع هذا وهذا الجانب مع هذا، كل جانب غادي يجي مع الجانب المقابل له. الا بغينا نديرو ليها الطي على هذا الشكل هذا بيكون غادي تكون على هذا الشكل، غادي يجي هذا الجانب مع هذا، هذا الجانب مع هذا، هذا الجانب مع هذا. الا بغينا ثاني يكون طي الورقه في هذا الجانب هذا كذلك محور ديالها هو هذا الطي، وغادي يجي كل جانب مع غيجي هذا مع هذا وكل جانب غيجي مع هذا، هو محاور التماثل ديال هذا الشكل ثلاثة. اذا غنشوف التمرين 17 كما تلاحظوا هنايا عندنا الاحظ واصل بخط كل بطاقة بالمثلث المناسب. هنا عندنا عدة مثلثات ا اف سي بي دي ا، عندنا مثلث قائم الزاوية، مثلث متساوي الأضلاع، مثلث متساوي الساقين. إذا هنا خصنا نعرفوا كل مثلث نصلوا له بالاسم ديال. شنو مثلث قائم الزاوية؟ وهو الذي فيه زاوية قائمة. حنا تنعرفوا بأن الزاوية القائمة كيفاش خصنا نعرفوها؟ خصنا نعرفوها بالكوس. بما انني انا ما عنديش الكوس غادي نحاول نعرف نشوفو المثلث اللي فيه زاوية القائمة. هذا كيف ما شفناه ليس فيه زاوية قائمة، كذلك هذا، هذا متساوي الساقين، هذا متساوي الأضلاع، هذا فيه زاوية قائمة كما تلاحظوا هاي الزاوية القائمة. اذا هذا هو المثلث الذي اسمه مثلث قائم الزاوية، قائم الزاوية هو هذا. مثلث متساوي الأضلاع، متساوي الأضلاع. شنو هو المتساوي الأضلاع؟ الأضلاع يكون كل شيء الأضلاع ديالو متساوية الأضلاع، بما أننا تنعرفوا بأن المثلث يتكون المثلث من ثلاثة أضلاع، وهنا عند اختلاف الأضلاع من مثلث إلى آخر. إذا متساوي الأضلاع وهو تكون الأضلاع ديالو الثلاثة متساوية، هذا ماشي كلشي الأضلاع ديالو متساوية، هاد الضلع أكبر من هاد الضلعين، هذا كذلك، هذا صغير وهذا كبير وهذا متوسط، هذا هاد الأضلاع متساوية أما هاد الضلع صغير، هاد المضلع بما أن تنعتذر ما عنديش أنا الكوس غنشوفو، هذا مضلع هنا فيه ثلاثة سنتيمترات وهنا ثلاثة ديال سنتيمترات وهنا كذلك ثلاثة ديال سنتيمترات. ما ساعدتنيش المسطرة، هي باينة ليا واخا مقلوب. إذا هذا هو المثلث متساوي الأضلاع، هذا هو المثلث متساوي الأضلاع، حتى هو هذا تيبان بأن مثلث متساوي الأضلاع، ولكن نتوما باش تعرفوا أكثر غديرو الكوس وغادي تعبروا الأضلاع ديالو الثلاث. إلا كانت نفس هاد الضلع هاد الضلع هاد الضلع راهي متساوي الأضلاع، كلشي الأضلاع ديالو متساوية. أما المثلث اللي فيه شي يعني فيه زاوية قائمة، لأن الكوس فيه واحد الزاوية قائمة، راه هو مثلث قائم الزاوية. أما المثلث متساوي الساقين اللي يكون عنده بحال هكا، عنده الساقين معنى هاد الساق المقابل للساق الآخر وهو متساوي. هاد المثلثات، هاد المثلث متساوي الأضلاع، هاد الضلع يساوي هاد الضلع يساوي هاد الضلع متساوي الأضلاع. غنشوفو
مثلث متساوي الساقين، هو الواحد هذا، هذا الساق تساوي هذا الساق هذا، وهذا صغير، هذا هو متساوي مثلث متساوي الساقين. غادي نشيلو ليه واحد السهم، مثلث متساوي الساق. تنتمنى هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة، وبالتوفيق للجميع وسنة موفقة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.